على عاتقها خدمة المرأة، فكان لها مجهود مشرف لخدمتها، فتميزت وأبدعت كمقررة للمركز القومي للمرأة بالسويس. تحية من القلب للبشمهندسة فوزية عبد الله، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. اهلا بالساده الحضور، طبعا يحضرني طبعا ان انا ارحب بالكل، مش هقدر اقول اسم لان كل اللي موجودين الناس لهم قيمه وقامه في محافظه السويس، كل يمثل ما في مجاله. انا شايفه كل يعني فصيل كتير جدا موجودين، وده طبعا بيدل على اجتماع كل الموجودين بحب لاهل النوبه. أهل النوبة طبعا اللي ليهم معزة خاصة في القلوب، أهل الناس، ناس النوبة اللي دايما وإحنا صغيرين نقول إيه، دول صادقين ما يعرفوش يكذبوا، دول دغري لما يكون حد نوبي لا تصدقه، لو كنا حتى يبقى جارنا نوبي نقول لا ده عشرته جميلة، صادق وبيحب الناس وعمره ما يكذب ومش ملوع ولا كده. تلاقينا وإحنا صغيرين وإحنا نحب نوبة، إحنا مش عايزين نقول إن فصيل داخل محافظة السويس، كله سويسي حتى لو كان بينتمي لأي عرق أو أي أصل، لكن في النهاية إحنا كلنا بننتمي لمحافظة السويس، والسويس هي اللي جمعتنا النهاردة، وبطولة السويس ومقاومة السويس هي اللي خلتنا النهاردة نحتفل. فأهلا بكم في الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم 46 والمقاومة الشعبية وعيد السويس القومي 24 أكتوبر. أهلا بكم في كل الاحتفالات، شهر الاحتفالات ونهاية السنة الاحتفالات، وربنا يجعلها علينا دائما احتفالات وتكون أيام نحتفل بانتصاره ويكون امتداد لانتصار آخر ويكون مستقبل آخر. النهارده في طبعا انا بيسعدني ان انا اتقدم بتهنئه لرابطه المراه النوبيه. طبعا احنا بنسعى دائما ان يكون في كيانات كتيره تخدم المراه السويسيه وتخدم المراه المصريه، مش ممكن هيكون في مكان واحد ولا في اتجاه واحد هيخدم. دايما اقول انا تعبير ان الارض صحراء ومحتاجه ناس كتير، محتاجه كل الجهود. بفرح كتير قوي اما فيك يكون كيان بيشهر علشان خاطر يخدم، وعلشان كده النهارده رابطه المراه العربيه اللي تحت الاشهار حاجه مبشره كويس قوي قوي، وكيان يضيف اضافه كبيره، ومجموعه من الفتيات والسيدات يضيف نوع من التراث ويضيف نوع من النشاط لخدمه مجتمع السويس. بقول لكل الموجودين احنا دائما كمجلس قومي للمراه مفتوحين وبابنا مفتوح لكل الفصائل ولكل السيدات ولكل الفتيات الراغبات في خدمة مجتمع السويس، الراغبات في تمثيل المرأة بشكل مشرف، الراغبات في تقديم الخدمة للأسرة المعيلة والوصول للسيدات الأكثر احتياجا لنهوض بمجتمع السويس. كل سنة وكلكم طيبين، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والمرأة السويسية والنوبية بخير. شكرا. شكرا باشمهندسة فوزية.